بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين. هذا الفيديو الذي أمامنا والذي نزلناه من قبل شرحنا فيه كيفية نقل مكيف الهواء من مكان إلى آخر مع تجميع الغاز ودون فقدان هذا الغاز، والعملية قمنا بها في فصل الصيف والمكيف يشتغل على وضعية التبريد كول. ونظرا لاستفسارات بعض المتتبعين عن كيفية القيام بنفس العملية لكن في فصل الشتاء، سنقدم هذا الفيديو الثاني والذي سنشرح فيه الطريقة والخطوات التي يجب القيام بها لتجميع الغاز في فصل الشتاء. وللعلم، سواء كان التجميع في الصيف أو في الشتاء، فإن المكيف يجب أن يكون على وضعية التبريد كول، إلا أنه في الشتاء عندما تنخفض وتنزل درجة الحرارة إلى أقل من 16 درجة مئوية، فإن المكيف يتوقف ولا يشتغل على وضعية التبريد. فهذا المكيف إذن مكيف عاكوس، أي ريفرسيبل، وريفرسيبل يعني أنه يشتغل في الصيف على وضعية التبريد كول، وفي الشتاء يشتغل على وضعية التسخين هيت. والفرق بين تشغيل الصيف على وضعية كول والشتاء على وضعية هيت هو أنه في الصيف الوحدة الداخلية تشتغل كمبخر، أي إيفابوراتور، والوحدة الخارجية تشتغل كمكثف، أي كوندنسور، حيث تنتج الوحدة الداخلية الهواء البارد. أما الوحدة الخارجية وبواسطة المكثف فإنها تطرح الحرارة التي يتم سحبها من الداخل نحو الخارج. أما في الشتاء الدورة تنعكس، حيث تصبح الوحدة الداخلية هي المكثف، أي الكوندنسر، والوحدة الخارجية هي المبخر، أي ليفابوراتور. حيث تسحب الحرارة نحو الداخل، وهذا بعكس الدورة أو السيكل. والقطعة التي تسمح بعكس الدورة هي هذا الصمام أربع مجاري، أي كاتفوا، والتي يمكن عدها المجرى الأول، الثاني، الثالث، والرابع. وهذه القطعة مزودة بداخلها بدرج أو تيروار، وهذا التيروار يملك وضعيتان يمكن التحكم فيها بواسطة الواشعة أو البوبين. والبوبينة هي هذه القطعة المكتوب عليها سولينويد. فعند وضع المكيف على وضعية التبريد فإن الواشعة تكون غير مغذات، وعندما تتغذى الواشعة تغير وضعية الدرج أو التيروار الموجود في الداخل، فتتغير دور تشغيل المكيف فينتقل من وضعية التبريد إلى وضعية التسخين. وسنعود إن شاء الله لشرح وظيفة هذه القطعة بالتفصيل في فيديو لاحق إن شاء الله. إذن هذا الأنبوب الصغير، ومهما كان نمط التشغيل على التبريد أي المود فروا أو على التسخين المود شو، هو الأنبوب الذي يخرج منه الغاز على شكل سائل ويعرف باسم أنبوب الدفع أو الرفولمو. أما الأنبوب الكبير فمعه يأتي الغاز على شكل بخار ويعرف باسم أنبوب الشفط أو الامتصاص أو الاسبيراسيون. وحسب وضعية الصمام أربع مجاري، أي الكلابي كاتفوا، وفي نمط التبريد أي المود فروا، الواشعة تكون غير مغذات بالتيار الكهربائي. والأنبوب الصغير في مخرج المكثف أي في مخرج الوحدة الخارجية يكون فيه الغاز على شكل سائل بضغط وحرارة عاليتين، أي أنه يعمل في الاش بي، أي بلا اوت بريسيون. أما الأنبوب الكبير في مخرج المبخر
أي في مخرج الوحدة الداخلية، فيكون فيه الغاز على شكل بخار وبضغط وحرارة منخفضتين أي أون بي بي أو باس بريسيون، وفي تسخين تغذى وشعة الصمام فتنعكس الدورة أي أن السيكل ينعكس، فتصبح الوحدة الداخلية هي المكثف والوحدة الخارجية هي المبخر، ليصبح الضغط في الأنبوب الصغير منخفض أي باس بريسيون، وفي الأنبوب الكبير ضغط مرتفع أي أوت بريسيون. ولأن عملية تجميع الغاز تتم في فصل الشتاء، لذا يجب أن نخدع ونوهم المكيف أننا في فصل الصيف، وهذا باتباع إحدى الطرق التالية. فإذا كانت الغرفة التي توجد بها الوحدة الداخلية بها مدفاة، نشغل المدفاة وننتظر إلى أن تصل درجة الحرارة إلى 24-26 درجة مئوية، ثم نذهب إلى الوحدة الخارجية للقيام بعملية استرجاع وتخزين الغاز. أما إذا كانت الغرفة لا تحتوي على مدفاة، فهنا نبرمج ونشغل المكيف على وضعية التسخين هيت، وننتظر إلى أن ترتفع درجة حرارة الغرفة إلى ما فيه الكفاية أي بين 24-26 درجة مئوية. بعدها مباشرة نبرمج ونشغل المكيف على وضعية التبريد كول، ونذهب إلى الوحدة الخارجية للقيام بعملية تخزين الغاز. أما في الحالة الثالثة، ننزع هذا الغطاء ونسخن هذه المقاومة الحرارية التي تنظم درجة حرارة الغرفة باستعمال مجفف الشعر على وضعية التسخين رقم 1، وبضبط سرعة المروحة على السرعة 1، وترك مسافة تقدر بين 15-20 سنتيمتر بين المقاومة الحرارية ومجفف الشعر لتفادي تسخينها بشكل كبير، وننتظر إلى أن يشتغل المكيف، إلا أننا هنا نحتاج إلى مساعدة شخص ثاني. وبعد تشغيل المكيف نتمم العملية بتخزين الغاز في الوحدة الخارجية، وبعدها مباشرة نوقف المكيف. بعد تشغيل المكيف على وضعية التبريد رغم أننا في الشتاء وباتباع إحدى الطرق التي شرحناها سابقا، نذهب إلى الوحدة الخارجية ونقوم بنفس العمليات التي قمنا بها في الفيديو السابق، فنفتح هذه المغالق أو الأغطية ولتجميع الغاز إذن باستعمال كليالان رقم 4، نغلق صنبور الأنبوب الصغير ثم ننتظر بعض الوقت إلى أن تتم عملية تجميع الغاز في الوعاء الخاص به، ونغلق صنبور الأنبوب الكبير وبعدها مباشرة نطفئ المكيف. لكن هناك سؤال من بعض المتتبعين عن المدة اللازمة لتجميع هذا الغاز، والجواب هو أنه لا توجد مدة محددة، فهذا المكيف بالتجربة يحتاج إلى أكثر من دقيقة، ولبعض المكيفات نصف دقيقة تكون كافية لإتمام العملية. المهم عندما نقوم بتخزين وتجميع الغاز وعندما نسمع تغير طفيف في صوت الكمبريسور، نغلق هذا الصنبور الثاني، وبعد إتمام عملية الغلق نقوم بإطفاء المكيف.